اعتقد بتفق معايا انه يعني جماهير الكره المغربيه قبل العربيه والافريقيه ما كانوش يتوقعوا النجاح المبهر والمستوى المشرف اللي ظهر بيه المنتخب المغربي ونجاحه في انه يوصل للدور قبل نهائي مفاجاه الحقيقه، يمكن تكون المفاجاه الاكبر على مستوى نسخه كاس العالم قطر 22. ما وصل اليه المنتخب المغربي في هذه البطوله جعل تاريخ 10 ديسمبر هو تاريخ فاصل بين ما قدمته الكره الافريقيه والعربيه في المونديال او في معظم المحافل الدوليه وما بعده. برفع سقف الطموحات بالنسبه لكل المنتخبات العربيه والافريقيه قدموا المنتخب المغربي استحقوا عن جداره واستحقاق بعد ما اعادوا تنظيم صفوفهم بشكل جيد جدا، خاصه بعد رحيل وحيد خليلوزيتش وقدوم وليد الرجراجي 3 شهور بس قبل المونديال. طبعا يعني سقف الطموحات عالي جدا. المنتخب المغربي مش بس عمل كده، المنتخب المغربي رجع لملم اوراقه تاني، بعض اللعيبه اللي كان عندها مشاكل كتير مع وحيد خليلوزيتش في فتره طويله قبل ما يبدا المنتخب المغربي مع وليد الرجراجي ويستعيد تاني الوحده داخل الفريق وداخل المنتخب المغربي. بنتكلم على حكيم زياش كان عنده مشاكل كتير مع وحيد خليلوزيتش ورفض انه ينضم للمنتخب طبعا تحت قياده خليلوزيتش. نصير مزراوي كمان كان معاهم لعيبه مهمه جدا، امين حارث لكن اصيب في مباراه مارسيليا موناكو قبل المونديال على طول. فكل ده بيديك علامات وامارات انه المنتخب المغربي كان هيقدم شيء. قلنا ان المنتخب المغربي هو بالنسبه لنا المرشح الابرز انه يقدم شيء يجعلنا كعرب وكافارقه فخورين بيه في المونديال، لكن هو علق سقف الطموحات قوي. قدر انه من خلال وهو بيقابل مدارس كرويه كبرى في المجموعه، بيقابل كرواتيا بلجيكا، بعديها بيقابل المنتخب الاسباني، بعديها بيقابل المنتخب البرتغالي، الفريق الوحيد بالمناسبه في البطوله اللي قابل 4 منتخبات من المدارس الكرويه الكبرى في العالم وقدر يتجاوزهم. بالاضافه لده نتكلم على ما تجاوز ال8 ساعات لعب، 8 ساعات كوره في المونديال دون ان يستقبل المنتخب المغربي هدف وحيد ملعوب، يعني لم يستطع اي فريق تسجيل ولو هدف واحد من كل الاسماء اللي احنا قلناها بالاضافه عليهم كندا تسجيل هدف واحد في المنتخب المغربي، حتى الهدف الوحيد اللي استقبله المنتخب المغربي كان نتيجه هدف عكسي سجله نايف اجرت في مباراه كندا. حتى المباريات الوديه يا احمد قبل المباراه على طول قبل المونديال على طول المنتخب المغربي مع وليد الرجراجي لم ينل هزيمه واحده. اعتقد غلب من امريكا لم ينل ولا هزيمه، ما اتغلبش ولا هزيمه، اتعادل مباراتين فقط منذ تولي وليد الرجراجي الى يومنا هذا، مباراه وديه وحيده تعادل امام المنتخب الهولندي ثم تعادل امام المنتخب الكرواتي، دون ذلك كل المباريات مكسب رغم انه لعب باراجواي وتشيلي منتخبات كبيره. طبعا هو خليني اقول لك كمان انه جزء من حلاوه الانتصار، واعتقد ده انتصار لاي مدرب وطني طبعا، انه حاصل طبعا مع مدير فني وطني وليد الرجراجي الحقيقه، اللي اعتقد انه النهارده بيقول انه المدربين الوطنيين ممكن يتراهن عليهم ومش بالضروره يكون اسم كبير او مدير فني يعني سي في على اعلى مستوى عشان المنتخبات تقدر تنجح. بالعكس انا دايما بحب ارجع لمشوارنا احنا في الكره المصريه وبشوف انه اعظم انجازاتنا حققناها مع مديرين فنيين وطنيين طبعا. سواء مع الناشئين او الشباب زي طبعا كابتن شوقي او مع كابتن محمود الجوهري مع كابتن جوهري وكابتن حسن شحاته. فالمدرب الوطني الحقيقه يمكن خد جواب اعتماد نتيجه في المغرب على الاقل، يعني معرفش لسه الموضوع في مصر ايه طبعا، ولو اني متحمس لتجربه ري فيتوريا، بس يعني بقول انه نجاح الرجراجي هيكون او هيلقي بظلاله يعني انجاز التعبير على فكره المدير الفني الوطني منتخبات العربيه. بس مثال الرجراجي مثال مختلف شويه عننا. مدير فني محلي، لكن مدير فني نشأته كانت عامله ازاي؟ نشأته اوروبيه. لعب فين؟ لعب في الدوري الفرنسي سنوات طويله جدا واشتغل هناك فترات، بعدين جه تولى المهمه كمساعد لرشيد الطوسي في 2013، بعدها تدرج نجح اينما تواجد. فده بيدي كريدت للراجل قبل ما يتواجد، يدي ثقه للاعبين فيه، هو كان لاعب جيد، كان موجود في فريق بطوله افريقيا 2004 في الفريق الافضل في البطوله كلاعب، وبعدها زي ما قلنا 2013 تولى المهمه كمساعدا للرشيد الطوسي مع المنتخب المغربي فتره قصيره، وبعدين راح خد الدوري المغربي مع الفتح الرباطي، الفتح الرباطي طبعا فريق يحترم لكن هناك دايما الكبار اللي ده دور رجاء. فلما اقدر ان انا اخد الدوري المغربي وبعدين اخد كاس العرش في سنتين متتاليتين وانا مدرب لسه بحبه في سجل التدريبي، وبعدين اروح ادرب في الدوري القطري وياخد الدوري هناك مع الدحيل، بعدين يرجع على الوداد فياخد دوري ابطال افريقيا والدوري المغربي الموسم الماضي، كلها مقدمات مهمه جدا. فمهم وانا بختار المدير الفني كمان تروح للدراسات، الراجل معايا وفا اي برو اعلى شهاده تدريبيه في اوروبا، بعدين راح واخد الكاف الكاف برو اللي اتعملت في المغرب منذ 7 8 شهور. فبنتكلم على ان الراجل خد بكل الاسباب علشان يصل الى هذه المرحله. صحيح، يعني سواء كان
كان اجتهاد شخصي منه طبعا، او سواء كان بمساعده وبتحضير وبرؤيه القائمين على الكره المغربيه طبعا. هو في النهايه برضو اذا كنت اذا كان في اراده، انا اعتقد ان في مصر لو انت مثلا بتتكلم او بتقارن يعني انا شايف انه في مصر كفاءات ممكن تراهن عليها على سبيل الاعداد والتجهيز، انه اذا كنت بتفكر مثلا 20 مش هقول 26 لكن 20 30 من الممكن جدا انك تختار اربع خمس اسماء النهارده تشتغل عليهم. هو برضو المدير الفني الوطني ده مشروع يا دكتور محمد، يعني لازم ده عنصر من ضمن يعني عندنا مشاكل في حاجات كتير جدا محتاجه اعاده جدوله، محتاجه اعاده تنظيم مره اخرى، سواء على صعيد العناصر الفنيه، سواء على صعيد قاعده الناشئين، لاعبتنا اللي معاها اللي مولودين بره مصر وما فيش اي رعايه ولا اهتمام بيهم، نفس اللي حصل مع المنتخب المغربي، في لعيبه في المنتخب المغربي 14 لاعب مولودين في اوروبا مولودين بره المغرب صحيح. وتم ضمهم وتم الاعتناء بيهم صحيح. فده اللي يودينا لنقطه عندنا ملفات كتير محتاجين نفتحها.